بدي احكي لكم نهفه من النهفات اللي فعلا صارت، فعلا صارت، بس هي بفح منها احيانا هيك ريحه. اي نعم، على فكره كل واحد بيعد حاله فحل وزلمه الغير شكل بهالامور هذيك بالنسبه لي، فهو مثال يحتذى به، اما الغير فاشلين. يا سيدي كل واحد بده يشوف حاله بهالمسائل ما ياخر. صارت معي، كنت عند صديق لي محب الاستاذ عمر عباس ابو عصام مدير المنطقه اللي هو السابق، وهو اخونا وحبيبنا اصله من الطيره، طيره حيفا بلده الهشام. رحنا قعدنا وانبسطنا واكلنا وشربنا، بدنا نروح عاد. عم بقوم انا ظهري بجوعني، ما حكيتش، اخوي ابو عصام بده يقوم يودعني من كذا، وانا بقول قلت له خلاص ابو عصام راحت علينا. انتفض، سوى ايديه مليح وجعص، قال لا احكي عن حالك، مرته موجوده، هو احكي عن حالك، انا ما خلصتش. خيا تروايه يعني اذا انت ثبتت حالك وسويت بحالك هيك ومدري شو، يعني إن صرت انك قوي ومليح وانه انه انه قال اه انت احكي عن نفسك. خيا قلت له يا ام عصام تسمحي لي اقول هالكلمتين وان كان شوي هيك بدي ازيح عن كذا؟ قالت اه خيا احكي. قلت له يا ابو عصام بعمر العشرين قضيب مايلين، بعمر العشرين قضيب مايلين، بعمر الثلاثين زهر البساتين، بعمر الأربعين دايما مبسوطين، بعمر الخمسين يوم بسط يوم عنين، بعمر الستين دايما مرضانين، بعمر السبعين هو يضرط وانت تعدين. قالت لي اوراق عم بعدل له، عم بعدل له.